اوكي، بسم الله الرحمن الرحيم. شرفنا احنا مجموعه الاعصام المغربيه ان شاركناكم في هذا المهرجان الثالث للسماع. والحقيقه كانت مناسبه اننا يعني صادفنا ذكرى ديال عيد العرش المجيد، فكانت في عصفورين بحجر، فكان عندنا الشرف ان شاركنا يعني الجمهور ديال تازه في هذه الفرحه اللي هي وطنيه، وفي نفس الوقت كان عندها طابع ديني بالاجواء الرمضانيه. وديما احنا ديما ان شاء الله الرحمن الرحيم راه الاشاره ديال الجمهور التازي، والحمد لله رب العالمين. الجمهور اللي شفناه اصلا في المستوى يعني ناس يعني بالنسبه اللي كنعرفوا على النادي ديال تازه انهم دائما من هنا خرج السماع، من هنا خرج المديح، وعندنا الشرف اننا نكونوا بيناتكم، وحنا راه الاشاره ديالكم في اي وقت. السلام عليكم ورحمه الله. الطريقه الصادريه المنشيشيه كتعتبر هذه اول شراكه عندنا مع مجلس البلديه هنا في تازه هذه الليالي الرمضانيه المباركه، واللي بالمناسبه كنبارك جميع افراد الشعب المغربي هذا الشهر الكريم. ولهذا ارتأت بان بما ان الجماعه لا تشهد هذا وجمعت الى ما خانتنيش الذاكره 14 اسبوع السماع، بما انها دائما في صلب اي حدث كيوقع في بلدنا الكريم، وكتحب المشاركه في الشعب المغربي الافراح ديالو والشهر ديالو، فارتئينا بان المشاركه ديالنا تكون بهذه الطريقه. وحنا نزلنا عند رغبه المنظمين دارونا في الساحه ديال تازه العليا، وكل هذه العاده اللي كنتمناها ما تنقطعش، حيث السمع الروحي ولا التصوف هو متجذر جذور عميقه في مدينه تازه والنواحي في الخروج الكروز للطواش سيدي بن جباش الشاعر المجاهد الاعلام لا يسع المجال لذكره. ولهذا كتشكل هذا المهرجان هو استمراريه ذاك الرجال ذاك الرجالات اللي عطاو لهذه المدينه واحد الصوره اللي باغي نردوها ان شاء الله بهذا الجيل هذا. وشكرا للحضور، كنتمنى لكم وقت سعيد، وشكرا تازة سيتي. كنشكرها بزاف الشخص الرئيس وفساد اللي كيخدموا لنا دعم دعم سنوي، كنتمنى الله عز وجل باش يزيدوا معنا في هذا الدعم هذا حتى نصبوا يعني حتى نمشوا كاملين ان شاء الله السماع بمدينة تازة. تأسست هذه الجمعية الموعودة للمديح والسماع سنة 2008، وبالنسبة لنا المشاركة ديالنا في هذا المهرجان مشاركة إيجابية، وكنتمناو النجاح لهذا المهرجان إن شاء الله، أو لهذه الليالي الثقافية أو الليالي الرمضانية، وكنتمناو لها الاستمرارية إن شاء الله. والحقيقة شيء زوين أنه يكون دائما يعني في هذه المناسبات الدينية، ونتشجع لهذه الجمعيات هذه
يعني محلية وجمعيات وطنية. نتمنى إن شاء الله أن تكون المشاركة ديالنا في المهرجان وطنية إن شاء الله، ويكون تكون فرقة إن شاء الله وطنية إن شاء الله.